مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. نفى محمد مقروف الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساعدة الجامعة لفريق تيبي مازيمبي الكونغولي من أجل الاستعداد للمباراة التي ستجمعه بفريق الرجاء الرياضي برسم ربع نهائي دوري عصبة الأبطال. وأكد مقروف أن رئيس تيبي مازيمبي لم يقدم أي طلب رسمي للاستفادة من مركز محمد السادس، فقط اكتفى بتقديم طلب شفهي لفوز الأقجع بعدما أبدى إعجابه بالمركز الرياضي، والأخير أجابه قائلا مرحبا. وأوضح مقروفا أن مويس كاتومبي رئيس مازيمبي عبر في كلمة ألقاها في اليوم الدراسي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مركز محمد السادس عن انبهاره بالمنشآت الرياضية التي يتوفر عليها المركز، وطلب من القجع تقديم طلب إلى الملك محمد السادس من أجل دعوة رؤساء الدول الإفريقية للحضور إلى المغرب لزيارة مركز محمد السادس للوقوف على التطور الذي يشهده المغرب في المجال الرياضي. وشدد الناطق الرسمي باسم الجامعة على أن الرئيس الفريق الكونغولي قد طلبه للاستفادة من مركز محمد السادس قبل إجراء قرعة دور ربع دور عصبة الأبطال، ولم يكن على علم أنه سيواجه الرجاء أو الوداد أو غيرهما من الأندية. وكانت جماهير الرجاء قد هاجمت الجامعة وعبرت عن غضبها من وضع المركز الرياضي رهن إشارة الفريق الكونغولي للاستعداد بشكل جيد لمواجهة الرجاء الذي يمثل كرة القدم الوطنية إلى جانب الوداد في المنافسات الإفريقية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.